اب میں تلاوت کے لیے معہد القرآن الکریم اسلام آباد کے طالب علم حافظ عبدالحادی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور محسوس لہجے میں تلاوت فرما کر سامعین کے دلوں کو منور فرمائے۔ حافظ عبدالحادی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ماشاءاللہ۔